ازيك؟ ازيك يا زياد؟ شرب عقلك، لسه زي القمر. لا ده انتي حلاوتي اكتر من الاول. هي يا بنت الحلاوه دي؟ سوري انا جيت لك في وقت مش مناسب ولا حاجه؟ لا ابدا خالص، مفيش مشكله. اصلي جيت اركن عربيتي تحت، لقيت عربيه منيله كده راكنه في مكاني. بسال صادق عربيه مين دي؟ قال لي عربيه الست داليا. ازيك يا ست داليا؟ كويس الحمد لله. انت ازيك وفينك يا شيخه؟ حرام عليكي، انا برضو اللي فيني. انت لازم لك قاعده تاخدي فيها فوق دماغك. لا والنبي بلاش دماغي، كفايه اللي فيها. طبعا اكيد مش ناقصه خلل ومصايب، كفايه ان دماغك دي تسببت انها ضيعت من ايديكي واحد زي مال مسيو رجائي ومامتك اللي بتزعل لما بقولها يا طنط فين. وحشني جدا، عايز اسلم عليه. وبعدين في ايه بتاع انت موقفاني على الباب كده ليه؟ انا عايز اخش اسلم عليه. لا زياد سوريا، هو مفيش حد في البيت، انا قاعده لوحدي وجود وديتها عند احلى همزه. وقاعده لوحدك ليه بقى؟ ان شاء الله تكونيش بتحضري ارواح. والله شكلها كده هحضر ارواح. وادي اول روح طلعت لك، روح معذبه محطمه ضايعه بسبب افعالك الاجراميه. يا زياد لسه زي ما انت. لا اتغيرت، اتجننت اكتر بسببك. قولي لي، هم اهلك دول هيفضلوا قاعدين في السعوديه على طول ولا ايه؟ بقالي بتاع 3 سنين ما شفتهمش. شكلها كده، ده حتى راجع اتجوزت وراحت قعدت عندهم. وانت قاعده لوحدك؟ معلش. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ تعمل ايه في ايه؟ عايز اقعد معاكي وانت هبله كده وعامله تكليف. وجوزك الرخم ده لسه عايش؟ بعد الشر عليه. اه طبعا عايش. طب يا ستي تعالي انت. اجي فين يا زياد؟ في كافيه شيك جدا جنب البيت، الكافيه ده بتاعي. لا والله، وانت سبت النحت؟ طبعا لا، الاتيليه زي ما هو. زي ما تقولي كده انا فاتح الكافيه ده عشان ادور على بنت تكون شبهك واكمل معاها بقيه حياتي. وبعدين جاتك خيبه، بتسالي عن النحت ليه؟ هل يعني عملتي حاجه عليها القيمه من ساعه ما كنا مع بعض؟ يلا انا مستنيكي تحت. لا سوري معلش، والله زياد مش هينفع اخلص دلوقتي. يا داليا انت بتتعاملي معايا كده ليه؟ ده انا زياد. انا عارفه انك زياد عشان كده. طيب الكارت ده في كل تليفوناتي، علشان انا عملت زيك وغيرت كل ارقامي. بس الفرق بيننا بقى ان انا غيرت ارقامي علشان انت بعدتي، مش علشان اتجوزت. تعرفي يا داليا انا اخر مره شفتك امتى؟ لما كنت حامل في بنتك. حتى يوم ما شفتك من بعيد. وانا دلوقتي غلطت، اللي انا بطلبه ده عادي ولا صح؟ طب قول لها نتكلم.